كلنا سواء طلبة أو بنشتغل بنصحى يوم الحد من كل أسبوع مستنيين إن يوم الخميس يجي، طبعا علشان إجازة آخر الأسبوع. كلمة أسبوع بقى في اللغة العربية جت من رقم 7، لكن كلمة أسبوع في أغلب اللغات التانية مش جاية من رقم 7. طب إيه سر إن الأسبوع، طبعا بعيدا عن التسمية بتاعته، في 7 أيام؟ في البداية أغلب حساباتنا للتقويم مبنية على حركة الكواكب والنجوم، وزي ما احنا عارفين فاليوم بيساوي دورة كاملة للأرض حوالين نفسها، والسنة تقريبا هي دورة للأرض حوالين الشمس، لكن بالنسبة للشهر فله حساب أدق في السنة القمرية، وده بنلاقيه في السنة العبرية أو السنة الهجرية. طيب إيه قصة الأسبوع؟ تبدأ الحكاية مع البابليين اللي عاشوا في العراق، واللي كانوا شاطرين جدا في الفلك، واللي شافوا في السماء 7 أجرام سماوية، وهم الشمس، القمر، عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل. فرقم 7 كان له دلالة عندهم. حضارات تانية كان عندهم أرقام مختلفة، زي مثلا الحضارة المصرية القديمة الأسبوع عندهم كان 10 أيام، الرومان مثلا الأسبوع بتاعهم كان 8 أيام. تعالوا نرجع للبابليين اللي قرروا إن أسبوعهم يكون 7 أيام، وإن آخر يوم في الأسبوع لازم يكون له دلالة دينية. وبما إن دورة القمر تقريبا هي 28 يوم، فكان موضوع تقسيم الشهر الـ4 أسابيع سهل عدديا. لكن بالرغم من ان رقم 7 ما اتظبطش مع السنة الشمسية وسبب مجموعة من التناقضات، لكن الثقافة البابلية كانت ثقافة منتشرة في المنطقة، خصوصا في القرنين 6 و7 قبل الميلاد، فاستمرت افكارهم بالنسبة للاسبوع مع مجموعة من الافكار التانية، زي مثلا ان الساعة فيها 60 دقيقة. انتشرت فكرة الـ7 أيام في الشرق الاوسط ولقت اللي يتبناها، وأكيد كانوا اليهود. طب اشمعنى اليهود؟ في اعتقادي لسببين. السبب الأول إن في فترة كبيرة كان اسمها السبي البابلي، ودي فترة تاريخية اضطرد فيها اليهود من كل فلسطين وخصوصا القدس، وأجبروا على إن هم يعيشوا في بابل. وكانت تقريبا الحكاية دي في القرن 6 قبل الميلاد، يعني تقريبا نفس الوقت اللي بدأ فيه حساب الأسبوع. فطبعا اليهود اتأثروا جدا بكتير من الأفكار البابلية، ومش بس دخلت في نظام حياتهم، لا دي كمان دخلت في كتير من عبادتهم. تاني سبب في اعتقادي كان من التوراة. في بداية سفر التكوين، أول وأقدم أسفار التوراة، إن ربنا خلق الحياة والأرض وكل حاجة في 6 أيام، واستراح في اليوم 7. وبنلاقي تأكيد ده في الإصحاح الثاني من السفر العدد 2، وفرغ الله في اليوم 7 من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم 7 من جميع عمله الذي عمل. وعلشان كده اليهود بيحرموا عمل أي حاجة في يوم السبت، لأن يوم السبت بالنسبة لهم هو اليوم 7. بعدها بقرون لما بدأ الإسكندر الأكبر ينشر الثقافة الإغريقية لبلاد الشرق الأقصى زي الهند، بدأت فكرة إن الأسبوع فيه 7 أيام تنتشر، وبيعتقد العلماء إنها اتنقلت من الهند للصين. الرومان من بعد الإغريق عملوا نفس الحاجة بالظبط، وخصوصا الإمبراطور قسطنطين. الإمبراطور ده كان أول إمبراطور يعتنق الديانة المسيحية ويعترف بها كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. بس كان في فرق واحد، إن الإمبراطور قسطنطين خلى يوم الحد اليوم المقدس ويوم الأجازة الرسمي بناء على العقيدة المسيحية. الكلام ده كله كان في سنة 321 ميلادياً.